صباح الخير، صباح النور، كيف صبحتوا؟ لبس عليكم. صباحات عندنا الشتيوة، يلا هديت ولادي للمدرسة، دابا تبدل الجو، حبست الشتا بعدا شوية. المهم مرحبا بكم من جديد وفيديو جديد. انا غادي يكون غدوزو معايا نهاري، عندي موعد مع الطبيب، عندي الترويض، عندي الماكلة. المهم نهار غادي ندوزو مجموعين ان شاء الله، واي حاجة درتها راه نشاركها معكم بكل فرح وسرور. يلا نتلاقاو. في هنا فطرت، درت واحد البريليداتاي، هاد الخبز عندي كان عندي في كونجيلاتور جبتو، درت واحد البيضة وشوية ديال الفرماج. مهم شربت اتاي ونط، كانت عندي الكسوة نحددها، قلت هكا على الاقل نحيدها عليها من الطريق، لانني ما غاديش نلحق لها، ولا لحقتها في الليل غادي نكون عيان، غادي نعجز عليها نخليها حتى الغدا، وما كيعجبنيش نخلي الكسوة هكا تبات. المهم حددت، ما كانش عندي بزاف، ما جبتش الطبله ديال الحديده، قلت غادي نحددها هنا فوق الطبله ديال الكوزينه، عندي واحد لاناب مخليه خاص كنديرو فوق الطبله وكنحدد هكا. عجزت نجيب الطبله في الحقيقه والله. صافي منين ساليت ومشيت للطبيب، كما كتشوفوا الجو عندنا مره الشتا مره الشمس مره، واش نقول لكم، عندنا النهار كاع الفصول كاينين، مع انه غدا زعما الصيف، ولكن المهم معليش دابا يجينا الصيف. صافي منين ساليت دابا انا غادي نمشي للدار، ولكن قبل كاين واحد المكازان حداهم كيحط حدا الطبيب كيدير شي حوايج فيهم ديال الاتراك، الماكله ديال الترك، غادي نمشي ندوز نشوف الا لقيت شي حاجه ناخذها. المهم غادي نديكم معايا ان شاء الله. انا هنايا جيت دخلت لواحد المكازان فيها الحوايج ديال الترك، فيها الخضره، فيها غادي نشوف الا لقيت شي حاجه، يعني اللي نصور لكم حليل البطيخ داري لورو 49، ولكن انا ما كنعرفش نختار البطيخ البنات، كنخاف لا نديها تكون مسوسه. المهم انا كنخليه حتى يكون معايا راجلي هو اللي كيعرف لها. يا على فلفله شحال صغيره، فلفله على فلفله دولمه ميتها دولمه ديال تركيا، مكتوبه فيها تركيش تركيش تركيش. المهم بحال الفلفله ديالنا غير هي صغيره وصافي، يعني ما ماشي شي حاجه كبيره. المهم هذا فيه كنلقى فيه بزاف ديال الحوايج ديال تركيا، الا لقيت شي حاجه كما قلت لكم راه نصور عليكم. هنا كاين هذا ديال الكباب، كاين هذا ما عرفتش، المهم كاين ديال الدجاج، راهم كاتبين دايرين هنايا الثمن. انا شحال هادي كانوا كيعجبوني هادو، راني كنقول باش ناخذ هادو، شفتهم كيديروا 7 اورو 50 فيها 40 وحده. كاين كفته، شفتها لهيها كفته، كاين تلهيها ادانا كباب. ادانا كباب زوين كيحمقني، غادي ناخذ ادانا كباب محار، غادي ناخذو خذ هذا انا كباب 600 غرام، يمكن هو هذا 5 اورو كنظن هو هذا، اظن المهم غادي ناخذو. هنا شفت هاد اليوغورت ديالهم، السطل 5 كيلو 9 اورو 8 اورو تاع هي هذيك 9 اورو، وهذاك الصغير شويه 2 كيلو ونص 4 اورو 60 كيلو باورو 95، ما فيش زعنايا، فيه 3.5% ديال الماتيغ غراس. المهم غادي نقرا انا شنو فيه، واش فيه شي حاجه ما مزياناش ولا لا. هاد الجبن صافي، هنايا جهت هاد لي بات، شفت غير هاد الشربه هادي بحال الشربه، ولكن هي مدوره دايره بحال دوك لي تاغلياتيل وهي بحال الشربه. المهم صافي، المهم عندهم هادشي هذا عادي، كاين داك هادشي هذا ديال اللوز، المهم كاع الحوايج اللي كاين، هاد الكيوي هذا هو اللي كنت درتو في داك الفقاس، كاين حتى الاناناس حتى هو بحال هاد الشكل هذا، كاين تسكين جبير مقطع. المهم
هادوك لقاوهم عند المغاربه ماشي مشكل، ولكن هذا جمع كل شيء، جمع حوايج تركيا، حوايج المغرب، هذه الزريعه اللي كندير انايا في الخبز ولا في الشلاضه منقيه، وشت عندهم حتى الزريعه ديالنا، يعني زريعه ماشي زريعه ديالنا، الزريعه ديالهم اللي كتكال. بغيت ناخذ وحده هنايا، وكنت كنشوف واش ناخذ اللي مالحه بزاف ولا غير شويه. المهم غادي نشوف. المهم بانت لي ناخدها وكنحطها وكنرجع نهزها، كنحطها وكنرجع نهزها، حيت عارفه راسي الا خديتها للدار راه غادي ناكلها ويمكن ما غاديش ندير فيها حتى يومين، اللهم ما عرفتش. المهم غادي نشوف. هاش تما دقيق الروز، دقيق الذرة، شنو هذا؟ انا يلا ندخل دابا. ها نتوما خديت هذا اللي قلت لكم كيعجبني هذا، ولكن انا ما غاديش نقليه، انا غادي نديرو في الفران ديال الدجاج. المهم هو خصني نديرو دابا في الكونجيلاتور حيت كان مجمد، فيه 20 وحده وما خديتش هذاك اللي فيه 40 حيت جاني بزاف، هكا باش على الاقل نديرو على ثلاثه المرات. وهاد الادانه كباب كتحمقني، خديتها هكا. المهم حتى هي غادي نديرها في الكونجيلاتور، غادي ناخذ منها يمكن بلاتي نديرها في الفران، ما عرفتش. المهم غادي نشوف، حيت انا باغيه ندير الجناوح في الفران وبطاطا، يمكن بحالو نحيد منها. صافي خديت هاد الزريعه هادي ديالهم ديال تركيا، ما عرفتش عمرني ما دقتها، غادي ندوقها ونشوف. وخديت هاد الجبن داير بحال هكا، كياخذوهما في الفطور. المهم انا مولفه كنديرو في البريك، غادي نشوف يا اما غادي ناكلو هكا حتى انا في الفطور مع اتاي، ولا نديرو مع شلاضه ولا. المهم غادي نشوف. صافي هادشي اللي خديت من هذيك الماكازان، دابا غادي ندخلهم ديريكت للكونجيلاتور، عاد ونخرج نمشي للترويد، حيت كنت غادي ندوز للترويد نيشان، ولكن ما قدنيش الوقت، ماشي ما قدنيش الوقت، يا ربي خصني ندخل هادو نديرهم في المجمد. والطريق يعني بين الطبيب والترويض كاينه داري، دونك دزت غادي نحطهم دابا ندخلهم في المجمد باش نصورهم لكم، نخرج نمشي للترويض عاد نرجع ونصايب العشاء ونجمع الدار. المهم راه مجموعه يعني غير شويه ديال الغبره. صافي المهم الا درت شي عشيوه، انا قلت لكم باغي ندير الجناوح وبطاطا في الفران، غادي نصورهم لكم باش تشوفوا طريقتي كيفاش كندير الجناوح ديال الدجاج. يلا المهم ها غدايا جا فيا واحد الجوع. واحد الجوع كنجري باش نوصل ناكل. درت هذيك ديك الكفته اللي خديتها ديال ترك اللي خديت، المهم اللي وليت لكم، مع هاد الخبز هذا خفيف، والسلطه ديال العماش مع شويه مطيشه، وهذاك الفرماج نيت ديال اللي خديتو ديال الترك. المهم غادي ندوقو ونشوف. 100 غرام شت فيها 262 كالوري، هذه وزنتها فيها 80 غرام، اقل من 262. كفته ناشفه مشويه شلاضه. غدايا بالصحه غداكم ولا بالصحه عشاكم. هنا هذوك الجناوح كما شفتوا انا نقيتهم، كنقيهم قبل ما نديرهم في المجمد، نقيتهم. المهم راكم عارفين بالحامض الملحه والخل، المهم كيتنقاو مزيان. من بعد كنسقطرهم ونديرهم في ساشيات في البلاستيك ونديرهم في الكونجيلاتور. كل مره كان المهم ما كنشريش بزاف، كنشري بحال مثلا كيلو ونص وكنقسمو على جوج هكا باش كنديرهم غير جوج مرات. صافي دابا غادي نسلقهم. باش غادي نسلقهم درت هنايا كما شفتوا ورقه موسى ولا ورق الغار، مع جوج ريوز ديال الثومه مرقدين انا اللي كنرقدهم في الزيت، وهاد المهم كنحيدهم من هنايا وكنرجع عاوتاني كنرجعهم. دابا خصني نعمرها، ودرت هنايا ورقه ولا واحد العريش ديال الزعتره اللي حتى هو مرقد في الزيت. غادي ندير لهم الماء ونخليهم كيغليو تقريبا واحد 10 دقائق، غادي نصفيهم، من بعد عاد غادي ندير لهم الشرموله ديالهم. المهم انا غنديرهم يغلاو
ومن بعد نتلاقاو باش نكملوا الوصفه. ساهله ودغيا تتوجد. هنا غير كتب ملي كتبدا كتغلى البنات حاولوا انكم الا شفتوا، انا هنا ما عنديش بزاف، ولكن الا شفتوا بحال هاد الرغوه البيضاء حاولوا انكم تحيدوها باش ما تضطروش انكم تغسلوا الجناوح. حنا غادي غير نديرهم يستقطرونيشان في الشبكه وغادي نشرملهم، فهمتوا؟ اما الا كانوا عندكم هادو بزاف حيدوهم بحال هاد الشكل هذا، حيدوه باش هكا ما نغسلوش الجناوح. صافي انا غادي نكمل على الطريقه هذه، ما عنديش بزاف كما شفتوا عندي واحد شويش هنايا غادي نحيدو، غادي نخليهم يتسلقوا. انا تقريبا راهي دازت 5 دقائق، غادي نخلي واحد 5 دقائق اخرى صافي ونحيدهم باش هكا نديرهم يستقطروا ونتلاقاو ان شاء الله. المهم انا دابا غادي ندير الشرموله ديال الجناوح. هنا انا حتى بديت عاد وتفكرت عندي هنايا البصله اللي يابسه، المهم الا ما كانتش عندكم ماشي مشكل. البصله يابسه غادي ندير انايا زيت الزيتون اللي فيها الثومه، نتوما غادي تحكوا واحد زوج ريوس ديال الثومه. انا هذه عندي فيها الريحه مجهده بزاف، غادي ندير واحد الكميه تقريبا واحد ربع كاس ديال زيت الزيتون. هذا غادي نخليها هنا على المزال غادي نحتاجها. غادي ندير شويه ديال الملحه مع انني درت الملح قبيله ملي نتسلقها. غندير شويه ديال الثومه بودره ولا الثومه غبره، شويه ديال الزعتر صافي. غادي ندير شويه ديال الكمون باش كتجينا باش ما كيجيوناش مجهدين. ندير غير واحد شويه ديال الكركمه غير على حسب اللون وصافي. انا غندير الفران غير شويه غير راس معلقه صغيره. غندير شويه ديال القزبر يابس معلقه صغيره، وغادي ندير التحميره حتى هي واحد شويه. غادي ندير بحال هكا صافي. غادي نخلطهم هانتوما هنا، كيجي الخليط بحال هكا البنات. عرفتو عييت هاد النهار، خرجت بزاف الطبيب الكيني ترويد، دزت لذاك المكازا شنو مشيت صيفطت واحد الكلية، خرجت عاوتاك مشيت جبت ولادي، عييت راني كاو قلت من احسن نصايب لحقاش الا مشيت حتى جلست قهوة مازال ما شربتهاش، قلت الا مشيت حتى جلست صافي. ما عرفتش حتى نتوما بحالي ولا لا، ملي كان ولا ما عرفتش يمكن دابا مع رجلي مريضه ما بقيتش كنقدر نستحمل زعما هاد الخروج هكا بزاف، ما بقيتش كنقدر نستحمل ولا الشرف ما نعرف ولا يمكن كبرت. المهم غادي نخلط انايا هاد الجنيوحات هادو، غادي ندخل فيهم هاد الشرموله مزيان ياك، وغادي نخليهم هنا على جنب بما دخلت فيهم هذيك هاد التوابل هادو كاملين هاد الشرموله. وغادي ندوز باش نصايب معاكم بطاطا كتجي في الفران، بطاطا بقشورها كتجي في الفران زوينه بلا ما تسلقوها بلا ما ديروا لها حتى شي حاجه. غادي نوريكم واحد الطريقه زوينه، ولقيت واحد الحاجه غادي نوريها لكم، عيد نقلب عليها ديال اينوكس وما لقيتهاش، ولكن كنت انا شريت واحد البلاستيكه الحلوه وقلت علاش لا نجربها البطاطا. المهم غادي نوريها لكم وغادي اكيد تعرفوا شنو هي على من كنهضر. صافي انا هذا غادي نغطيه ونخليه على جنب بما غسلت بطاطا ونتلاقاو باش نقادو بطاطا مجموعين. هضرت لكم على هذه ولكن جربتها دابا ما جاتنيش، حيت هذه خديتها الحلوه شتو ملي كندير دوك لي غولي كديروا لا كريم، ومهم باش كتزوقها باش كيجي داك التزيين بحال هكا زيكزاك. قلت زعما انا كنقلب على هذيك ديال اينوكس اللي كنقطع بها بطاطا وكتجينا مشنفه هكاك بغيتها انا وما لقيتهاش. قلت زعما نجرب، ولكن يمكن على بطاطا مسلوقه يمكن تقدر تدخل فيها، اما هكا ما دخلتش نهائيا. المهم ماشي مشكل تنغسلها ونخليها الحلوه. انا غادي نقطع هنايا بطاطا، غادي نقطعها كما شفتوا هنايا انا غسلت بطاطا غسلوها مزيان، غادي نستعملوها بقشورها. وبالنسبه للتقطاع
قطعتها غليظه وما قطعتهاش رقيقه ما ديروش عليا راني عيانه بالفوجي. المهم كتقطعوا بحال هكا، انا قطعتها غليظه البنات شفتوا قشورها وتكون غليظه. المهم انا زعما جبت هادي باش نقطع عليها تجيني سهله، ولكن ماشي مشكل تمشي المغرب ان شاء الله ونجيبها. نقطعهم انا شويه كبار. بالنسبه للبطاطا نتوما على حسب شحال بغيتو ديرو. صافي هادشي ما كاين. شنو كنت باغي نقول لكم؟ بالنسبه للدواء ديال التولال اللي قلت لكم البارحه البنات، راه حتى تقراو كاين الا لقيتو بحال هذاك اللي وريت لكم البارح، راه ما كيصلحش للوجه. الا كان فيكم في الوجه دومونديو لا فارماسي، قولوا لها واش يلاق الوجه اولا تقراو في البواطه، حيت هذاك انا اللي وريته لكم البارح راه ماشي ديال الوجه، وانا هذيك راه باقي ما طبقاتش. وقبيله منين وريتها للطبيب قال لي ماشي مشكل، وقال لي كاين عاد شي انواع اخرين اولا يعني نفس الشيء ولكن تكون شي بواطه اخرى، قال لي كتبقاي ديريها لها كل نهار. قال لي زعما مزيان منين درتيها مزيان، قال لي بلا ما تمشي يعني للطبيب ديال الجلد، انا الطبيب ديال الجلد ما غادي يدير حتى شي حاجه، يعيا ويكويوها ولا بحال هكا، قال لي ماشي مشكل كيف كيف. المهم هادشي اللي كنت باغي نقول لكم. صافي انا ساليت دابا التقطاع ديال البطاطا، صافي غادي ناخد زلافه بحال هادي، المهم بانيو ولا زلافه كبيره، غادي ندير نفس هذا الشموله اللي درتها في الجناح ديال الدجاج، نفس الشيء كتجي زوينه 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 وبلا ما تسلقوها، غير هكا راه كتجي زوينه. انا غادي ندير الملحه، عندي هاد الملحه ما كتخويش بزاف، نفس الشيء الثومه يابسه، البصله يابسه، الزعتر، زيت الزيتون، شويه ديال الكركما، شويه ديال الكمون، التحميره، القزبر يابس، وغادي نخلطوا كلشي. المهم باش ما نطورش عليكم الفيديو. صافي هنايا كنشرمل في بطاطا بحال اللي قلت لكم، نفس التوابل ديال الجناوح، يعني ما كاينش شي فرق، كيجيو زوينين بزاف. وهكا في نفس الوقت ولادي راهم كانوا كيحفظوا وكيسولوني كنجاوبهم، هكا باش كيما نقولوا نضرب عصفورين بحجر، يعني يكون كان صايب العشاء ونوجدو بكري، وهما الحفاظه حيت دوشوا راسهم، غير الحفاظه راهم كيحفظوا كنصحح لهم هكا مره مره ولا الا احتاجوني. هنا البنات قلبت على البابي كويسون ما لقيتوش، ما بقاليش، شفت في الخزين اللي عندي ما عنديش. المهم قيدته غدا باش نشري ان شاء الله. درت هذوك الجناوح حيت ما لقيتش البابي المونتير، دونك درتهم غير فوق البابي الومنيوم دوبلت، وجبت هذيك ديك الكفته ديال اللي خديت قبيله منها انايا، اللي كليت منها انا قبيله في الغدا، جبت درت منها انايا شويه. انا غادي نغطيهم حتى هما بابي الومنيوم، غادي ندخلهم للفران. بالنسبه لهذيك بطاطا غادي تدخلوها للفران لمده ديال 20 دقيقه وهي مغطيه بحال هكا كطيب، ومنين دوز 20 دقيقه غادي تحيدوا عليها داك البابي الومنيوم وغادي تخليوها باش كتحمر وكتاخذ داك اللون زوين من الفوق 5 حتى 10 دقائق. المهم في كل شيء انا غادي تقريبا شحال غادي ياخذوا، راهم طايبين غادي يتحمروا، هادو حتى هما غادي غير يتحمروا شويه، يعني تقريبا هادو 20 دقيقه وهادوك 20 25 دقيقه، يعني دابا غادي نقادهم، باقي الوقت ما نتعشاوش ان شاء الله. انا غادي نوجد لا سلاد هكا باش يكون كلشي موجود في وقيته وحده، يبقى ليه نشعل الفران ونطيب. المهم راكم معايا. بالنسبه للسلاده درت خيار ومطيشه، واخا كيبقاو انا دوك الطرفات الصغار كناكلهم ما عرفتش نتوما بحالي ولا لا. خيار ومطيشه قطعتهم، غنديرهم مع داك الجبن اللي شريتو ديال الترك والزيتون، غادي نرش فوق منهم واحد شويه ديال البازيليك. صافي، وغادي نقاد سلاده اخرى ديال الخس ولا ليماش، غادي نشوف شنو غادي ندير، يعني دغيا دغيا. صافي كما قلت لكم في نفس الوقت كي ولادي كيحفظوا كيسولوني
وهكا نكون كملت العشاء ديالي. كيبقى لي يعني غداك الجميع يعني داك الاخر وصافي، يعني ما كتكون شي حاجه كثيره، هكا كنكون بعد على الاقل ارتاحيت من العشاء كما قلت لكم. وشحال ما درتو بكري انا شحال ما كنتهنى منه يعني صراحه، واخا راني عيان حاسه براسي ما قادراش ولكن ضروري. صافي انا درت لافيسيل كيدور هكا قبل العشاء باش يخوالي نيت على حساب المعنيه نتا شوفيهم. درت صينيه ديال البطاطا هي الاولى حتى سخنت الفران، درت صينيه ديال البطاطا هي الاولى غادي تطيب. وصافي غسلت هذوك الماء اللي كانوا كيتغسلوا باليد. صافي يعني عندي الكوزينه مجموعه كلشي مجموع، غادي ندير واحد الكاس ديال القهوه باش نغض بيه راسي لانه راسي مش كيت عليكم معايا طقطق. المهم هكا ما بقى لي حتى شي حاجه يعني اللي نديرها، ما عدا انني الفران قابلو. صافي هادشي ما كاينش، لادا راني صايبتها دخلتها للثلاجه وفوالا شي ما كاين. المهم الغزالات نتلاقاو ان شاء الله نوري لكم العشيو. يلا تهلاو هانتوما ها بطاطا كتجي زوينه 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 بزاف. هانتوما قسمت لكم وحده انا باش تشوفوا بانها طايبه، انا غادي نقيسها هانتوما باش تشوفوا كتجي رطبه واخا بلا ما تسلقوها بلا حتى شي حاجه. نتوما راسكم غادي تشوفوا كتجي غزاله والمذاق كيجي كيحمق. هيا خليتها تحمرات كما قلت لكم، يعني ما تديروا لها بحال اللي قلت لكم الطريقه. بالنسبه للجناوح هما انا حمرتهم واحد شويه. صافي هذيك الكفته هي حتى هي دوزتها في الفران دخلتها للفران. صافي الشلاضه ديالي اللي صايبت ديال مطيشه درت هنا دوك لي شالوت واحد البصله عندنا صغيره كما قلت لكم، شويه ديال البازيليك ناشف او اليابس فوق مطيشه. وهنا درت شلاضه ديال العماش مع شويه ديال الفجل ومطيشه، وبطبيعه الحال الخبز اللي صايبته البارح معكم ديال الطنجره ولا ديال المرميطه ولا بالا كوكوت كما كيقولوا له هنايا. صافي هذا هو عشانا كما قلت لكم خفيف ظريف ودغيا دغيا تصايب. دابا حيت الصيف كنبغيو بزاف هاد الحوايج هادو اللي كيجيو في الفران كيدخلوا الفران. المهم نتمنى انه تكونوا خديتوا فكره على الطريقه ديال البطاطا وديال الشناوح. صافي هادشي ما كاين بالنسبه للفيديو ديال هاد النهار، نتمنى من الله انه يكون عجبكم. ما تنساونيش باللايكات وتعليقاتكم زوينه، ولا كنتو اول مره كتشتركوا في القناه ما تنساوش الضغط على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، والا بغيتو تبارطاجيوه علاش لا. يلا حبوباتي تهلاو لي فريوسكم وتهلاو بصحتكم وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه.